مرحبا بك في اليوم الرابع من دورة سحر الامتنان. الصحة وسحر الامتنان. الصحة أثمن ما تملك، وعندما تمارس الامتنان فإنك تحافظ على ما تتمتع به من صحة وتكسب المزيد منها أيضا. الامتنان مصل ومضاد للسموم ومطهر أيضا. فكر في لعبة الصحة لكل جزء من جسدك. فكر في ساقيك أنهما وسيلتك الأساسية للتنقل، وقل الحمد لله على ما رزقني الله من ساقي. فكر في ذراعيك وكم الأشياء التي تساعدك فيها، قل الحمد لله على ما رزقني من ذراعي. فكر في حواسك المدهشة، قل الحمد لله على متعة التذوق. قل الحمد لله على ما لدي من حاسة شم رائع. قل الحمد لله على ما لدي من حاسة اللمس. فكر في معجزة عينيك التي تمكنك من رؤية أحبابك، من رؤية أحبابك ومن القراءة ومن رؤية الطبيعة الخلابة. قل الحمد لله على ما رزقني من عينين. فكر في الأذنين تمكنك من سماع صوتك وصوت الآخرين. قل الحمد لله على نعمة السمع. فكر في الدماغ الكمبيوتر الذي يشغل كل هذه الحواس من غير كلل ولا ملل، وقل الحمد لله على دماغي وعقلي الرائعين. فكر في تريليونات الخلايا التي تعمل بلا توقف من أجل الإبقاء على حياتك. قل الحمد لله على ما رزقك الله. فكر في أعضائك التي تدعم حياتك، تنقي وتنظف. قل الحمد لله على ما تؤديه من عمل. فكر في قلبك الأكثر إعجازا الذي يحافظ على تدفق الحياة في جميع الذي يحافظ على تدفق الحياة في جميع أنظمة جسمك. قل الحمد لله على ما رزقني الله من قلب. اليوم ابدأ بتمرين عد النعم على ورقة أو بطاقة. اكتب العبارة التالية: نعمة الصحة هي ما وهبني الله لأنعم بالحياة. ضعها في مكان تستطيع رؤيتها خلال اليوم لأربع مرات على الأقل. اقرأ ما كتبت ببطء واشعر به وقل الكلمة السحرية: شكرا يا الله. قبل النوم اعمل تمرين صخرة الامتنان.